حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات بلاد طيبة. نستأنف سرد تاريخ مصر في مجلتها وصحفها في الثلاثينيات والأربعينيات من مكتبة والدي محمد فهمي، ونواصل بتفحص مجلات الاثنين والدنيا العدد رقم 559 الصادر في 26 فبراير سنة 1945. احنا كده في نهايات الحرب العالمية الثانية. صورة الغلاف، التاريخ يكتب في مصر. صورة الغلاف الى اعلى، روزفلت رئيس امريكا، تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، تحت على اليمين هايلا سيلاسي امبراطور الحبشة، في المنتصف الملك عبد العزيز آل سعود، وفي اليسار شكري القواتلي رئيس سوريا. داخل العدد بنرى صور عديدة للملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود. هنتصفح الصور وندخل في المقال بعد ذلك. على ظهر البارجة الأمريكية رصدت في البحيرات المرة، استقبل الرئيس روزفلت جلالة الفاروق الذي أقبل بملابس قائد البحرية وجالسا يتحدثان في بعض الشؤون الكبرى الخاصة بالبلدين. يعني كان يقال أن الملك فاروق كل ما يكون يروح في مكان في بحر بيعتز ويستطيب له أن هو يلبس الزي البحري، حتى لما كان بيروح اسكندرية في الصيف لما الحكومة بتنعقد هناك كان بيعشق هذا اللباس البحري. الصورة اللي تحتيها روزفلت وبينهما مترجم ومع عبد العزيز آل سعود. حضر الملك ابن سعود على ظهر مدمرة أمريكية، وعندما وصلت المدمرة إلى البحيرات المرة كان الرئيس روزفلت قد سبقه إليها، وما لبث أن اجتمع معهما الأميرال ليهيئ ليه وأحد المترجمين. الصورة في الصفحة الثانية، مستر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ويجتمع بالملك فاروق. وفي فرق ما في الصورة نلاحظه ما بين الاثنين، تشرشل بينظر للملك فاروق بنظرة ما، والملك فاروق ينظر إلى عدسة الكاميرا بمعنى آخر. على شاطئ بحيرة قارون في الفيوم تقابل جلالة الملك السعودي ومستر تشرشل يوم السبت، وقد جلسا يتحدثان في بعض الشؤون السياسية الهامة، ثم تناولا طعام الغداء على مائدة واحدة. ما هي القضايا السياسية الهامة؟ لم يكن يهم أمريكا أو بريطانيا بالذات بعد الحرب العالمية الثانية إلا بترول السعودية، فما هي القضايا السياسية الهامة اللي تناقشوا فيها؟ الله أعلم. طيب نكمل باقي كتابات التاريخ يكتب في مصر. صورة لروزفلت مع امبراطور الحبشة، ودي زيارة خاصة للعمل والمباحثات. عنوان الصور له دلالة، يعني هنا مباحثات هامة سياسية، وهنا مع هايلا سيلاسي للعمل والمباحثات برضو قبله في البحيرات المر. صورة تحتها فخامة الرئيس شكري القواتلي رئيس جمهورية سوريا، قابل مستر تشرشل وأنتوني إيدن في مصر ويدرس معهما المسائل الكبرى. إيدن اللي هو أصبح رئيس وزراء في سنة 56 في الصراع مع مصر في مسألة تأميم القناة، كان هنا بيبقى وزير الخارجية. كان الصورة السابعة، لم تكن مقابلة جلالة النجاشي، مرة ذكر امبراطور الحبشة ومرة أخرى بيذكر جلالة النجاشي ومستر تشرشل، وهي الأولى من نوعها، لم تكن المقابلة هي الأولى من نوعها، لكنهما اجتمعا في مصر ومعهما مستر إيدن ومستر إدوارد جريج
وزير بريطانيا في الحبشة. كان في كل مكان بريطانيا ليها مستعمرة كان في وزير دولة أو وزير مفوض باسم المملكة البريطانية موجود فيها، زي ما كان موجود في مصر، زي ما موجود في دول أفريقيا كان كلها. الصورة الأخيرة تحت عنوان لماذا يضحكون يا ترى؟ غرفة رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا، حيث استقبل دولته مستر إيدن وزير الخارجية أردوغان وكلاها اللذين قدما مع اللورد كيلر. اللورد كيلر اللي هو السفير البريطاني اللي هو كان مايلز لامبسون، ثم أصبح اللورد باسم يحمل اسم اللورد كيلر. طيب ايه التاريخ بقى كتب ايه فيه في مصر فيها؟ يعني اني لا تحت عنوان، وغالبا هذا اسلوب مصطفى امين، لان مصطفى امين كان هو اللي يرأس تحرير هذه المجلة في هذا الوقت. لن يملك الانسان نفسه وهو يطالع ما حفل به الأسبوع الماضي من حوادث تاريخية إلا أن يهتف يا له من أسبوع. فقد فوجئت مصر خلاله كما فوجئ العالم العربي كله، فمن الزيارات والاجتماعات لم تكن منتظرة ولا متوقعة، وهي أسرع من البرق وفي طي الكتمان الشديد، فلم يكن في مقدور الصحافة الأسبوعية أن تلاحقها. بعد المقدمة الطويلة دي كلها اللي بقول دي ظاهرة، الظاهرة الثانية أن تلك الحوادث أخرجت للعالم صورة رائعة لما أصبح يسود الأقطار العربية من تضامن وثيق. قد اجتمعت الدوائر المحلية والأجنبية على أن الفضل في ما ساد الاجتماعات من تفاهم وما أسفرت يرجع أولا إلى جلالة الملك فاروق الذي استطاع بحكمته أن يهيئ الجو لهذا التفاهم وهذا النجاح. طبعا كان وجود ثلاث أطراف، الملك السعودية، الملك عبد العزيز، وملك مصر، وشكر القواتلي. وشكر القواتلي أعتقد أنه كان في الفترة دي بيتبحث حوالين مسائل جلاء القوات الفرنسية المحتلة لسوريا ولبنان. عرف منذ اللحظة الأولى التي تسربت فيها إلى الصحافة أنباء تلك الاجتماعات وطرحت على بساط الرأي العام الذي انتهى إليه أقطاب مؤتمر القرم من أن الدول لم تشترك في إعلان الحرب على المحور، التي لم تشترك في إعلان الحرب على المحور لا يحق لها أن تمثل في مؤتمر الصلح. طبعا هذا الكلام كله معروف، لأن في بعض الدول ما دخلتش الحرب، لم تتضامن يعني ضد ألمانيا. فطبعا كان مؤتمر القرم ده تقسيم ألمانيا وتوزيع الأنصبة للفائزين المنتصرين وبالذات روسيا وأمريكا، وأنه رؤية أن تحاط مصر وشقيقاتها التي ناصرت قضية الديمقراطية منذ اللحظة الأولى بهذا الرأي لما عرف عن حرصها على أن تشترك في مؤتمر الصلح. ما هي علاقة الديمقراطية بمؤتمر الصلح وبالنقاشات اللي دارت فيه؟ دي ناس منتصرة، روزفلت ولا تشرشل، ناس جاية بتملي اللي هي عايزاه. ايه الديمقراطية في هذا الموضوع؟ كيف زج بها في هذا الكلام؟ وقيل ان مؤتمر القرم قد انتهى الى هذا الرأي بناء على اقتراح روسيا، لانها ارادت ان تحدد تركيا موقفها من المانيا بصورة حاسمة. لكن الذي نعرفه ان ذلك لم يكن رأيا روسيا وحدها، بدليل ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية من اسبوعين من ان بعض الدوائر الامريكية ترى نفس ما انتهى إليه مؤتمر القرن. كل الحكاية دي والحدوثة دي كلها ونشوف موقف مصر. وقد أجمعت الدوائر السياسية المصرية على أن الموقف بالنسبة لمصر يعتبر خطوة موفقة في سبيل أهدافها الوطنية، كما أنها سيتيح لها الفرصة لتلعب دورها في عالم الغد المرتقب. ودي النظرة اللي ابتدت تنظر للشرق الأوسط وعلى رأسها مصر من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بالذات من أمريكا. يعني أمريكا كانت هي القوة التي بدأت تظهر، وبريطانيا بدأت هي القوة التي تأفل. فأدركت مصر قيمة أدركت أمريكا قيمة مصر في منطقة الشرق الأوسط،
وإن لابد أن يكون لها مكان في هذه المنطقة. والدور الأكبر اتلعب فعلا من بعد سنة 45 حتى 1957 أو 58 بعد الصدام في مسألة بناء السد العالي. لعله قد آن الأوان لأن نزيح الستار ولو قليل عن بعض الحقائق التاريخية التي ظلت طوال التي تتصل بهذا الموضوع والتي ظلت طوال هذه السنين مجهولة إلا من أفراد يعدون الأصابع. ما حدث سنة 1940 عندما أثيرت مسألة إعلان الحرب، يقولون أن رفعت علي ماهر باشا صارح السفير البريطاني باستعداد مصر لإعلان الحرب على المحور، وقد قيل يومئذ أن السفير أبرق لحكومته بهذا الرأي، ولذا كانت مفاجأة سيئة الوقع أن تثار المسألة بعد ذلك على الصورة التي أثيرت بها وأن تتخذ مصر منها موقفها المعروف. وقد صرح لنا كبير مسؤول أن سعادة عبد الرحمن عزام باشا كان عضوا في وزارة رفعت علي ماهر حاول تصفية الجو عن طريق محادثاته مع بعض أصدقائه الشخصيين من رجال السفارة البريطانية، وأنه استطاع إقناعهم بوجهة النظر المصرية وهي الرغبة في الحصول على وعد صريح بحل بعض المسائل المتعلقة وأهمها قضية السودان. لكن الحوادث تطورت بصورة لم تسمح بالأخذ والرد الذي فهم خطأ على أنه نوع من المساومة. طب ما هو المفروض أنت هتدي حاجة ولازم تساوم على أنك أنت تاخد حاجة قصادها، يعني رد علي ماهر ولا رد عبد الخالق عزام. كانت بريطانيا خلال تلك الفترة قد رأت من صالحها ألا تعلن مصر الحرب حتى لا تتعرض مواصلاتها الإمبراطورية للخطر، فصرف النظر عن الفكرة لصالح الفريقين، وأنا أشك طبعا مسألة صالح الفريقين. وما زال بعض القراء يذكرون لدولة أحمد ماهر باشا الذي وقفه في هذه المسألة بالذات غير مكترث لما تعرض له يومئذ من معارضة شديدة ونقد مرير. وما نزال نذكر له خطبته التي ألقاها يومئذ في طنطا وقال فيها أن مصلحة مصر تقتضيها أن تعلن الحرب حتى ولو لم ترضى بريطانيا لتأخذ مكانها في مؤتمر الصلح. ومن المصادفات العجيبة أن لا تشاء مسألة إعلان الحرب أن لا تثار مسألة إعلان الحرب إلا وماهر باشا على رأس الوزارة المصرية. بين أمس واليوم، أمس كانت مصر مهددة تهديدا مباشرا من كل جانب، وأما اليوم فقد ابتعد الخطر أو زال نهائيا، اللي هو كان الحوار الحرب الدايرة في العلمين ودخول الألمان إن هم كان ممكن يدخلوا مصر عن طريق العلمين. أصبحت دول المحور في حالة من الضعف تصرفها على أن تتجه بأنظارها إلى مصر، في حين ترى الوطن الألماني نفسه بين فكي الأسد. من هم فكي الأسد؟ روسيا وأمريكا. صحيح أن مصر ستظل مركزا هاما لمرور القوات التي ستتدفق من أوروبا إلى الشرق الأقصى، وصحيح أن المواقف قد يقتضي شيئا من المعونة الإيجابية أو التضحية المادية، لكن بعض المسؤولين يرون أن هذه المعونة ستتوج جهودنا الماضية في نصرة قضية الديمقراطية. هي قضية الديمقراطية ولا قضية الاستقلال؟ أنا بستغرب إن الكاتب بيقول قضية ديمقراطية مين؟ ديمقراطية دي قضية داخلية. في سياق آخر، ماذا كان شعور عاهل الحجاز عندما رأى أرض النيل؟ كانت رحلة جلالة الملك عبد العزيز إلى مصر أول رحلة رأى فيها مصر وزارها زيارة سريعة وإن لم تكن رسمية، وهي ثالث مرة يغادر فيها جلالته بلاده إلى بلاد أخرى. وكانت الرحلات كلها بحرية لمهام سياسية وعلى ظهر سفن حربية. أول الرحلات إلى البصرة سنة 1915 لمباحثات سياسية بينه وبين رجال الحكومة الإنجليزية. انتقل فيها على ظهر مدمرة بريطانية، وعقدت وقتئذ معاهدة العقير، وهي أولى المعاهدات السياسية التي عقدها جلالته مع حكومات أجنبية.
تقال الرحلات إلى الخليج الفارسي 1930. طب ما هو في الأول كان انتقل على إيه؟ ما هو برضه في الخليج الفارسي، ما كانش اسمه الخليج العربي. سنة 1930 حيث اجتمع جلالته بالمغفور له الملك فيصل الأول ملك العراق على ظهر سفينة حربية. كان الاجتماع مقدمة لعقد معاهدتي صداقة وتسليم مجرمين. الرحلة الأخيرة دي كانت على ظهر مدمرة أمريكية، هي الرحلة الثالثة. غادرت المدمرة 13 فبراير، وعدت لجلالاتي غرفة خاصة داخل المدمرة مجهزة بوسائل الراحة، ونصب له مخيم ملكي على ظهرها. كان منظره جميل، وكان يجلس فيه الملك أثناء النهار، وكان كثيرا ما يردد قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإضافة، وقد اعتاد جلالته أن يقرأ القرآن الفجر كل يوم وفي أوقات الفراغ. كانت الرحلة قضى فيها ليلتين على ظهر المدمرة فرصة لتلاوة جانب كبير من القرآن الكريم. قال جلالته: إن أعظم ما يحفزني على القيام بهذه الرحلة أنها في خدمة بلادي، وأني سأرى فيها الملك فاروق للمرة الثانية، هذا الملك الذي ضاعف في نفسي حبه منذ رأيته. وعلى الرغم من أن المدمرة قد أعدت إعدادا كافيا لراحة ضيوفها وحاجتهم من الطعام المختلف الألوان، إلا أن جلالته كان يفضل كثيرا تناول اللبن والتمر واللحم والأرز، ويكاد يكون هذا هو الطعام اليومي الذي يتناوله جلالته على الدوام. قضى جلالته 3 أيام في فندق الأوبرج ببحيرة قارون، زار بعض الآثار، زار أهرام الجيزة وأبو الهول. ولما انتهت زيارة الأهرام صار في طريقه إلى الإسماعيلية بالسيارات، فقال: أنني اغتبطت جدا برؤية مصر ورؤية مليكها، ولا أعتبر هذه الرحلة زيارة لمصر، فأنا مدين لأخي الملك فاروق بالزيارة، فنحن العرب نرى الزيارة مكرمة من الزائر علينا ودينا يقتضينا الوفاء، وسأفي هذا الدين قريبا إن شاء الله، فليس أحب عندي من أن أرى الملك فاروق وشعبه الكريم. ولا تعليق. الرئيس القذافي لما كان بينصب خيبته في سفرياته كان العرب بيضحكوا عليه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونواصل ما ورد في المجلة الاثنين والدنيا في الأسبوع القادم ما بقي منه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.